السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكوبيدات ديالي كديري لبس عليكم ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بأتم الصحة والعافية يا رب. كيف نشتو البنات كوكوط حدايا الحلمات وهادشي اللي غنوجد اليوم غنحضر لكم الكبسة اللي طلبوني عليها بزاف الاخوات في لي كومونتير. ويلا البارح اللي وحده عاود ذكراتني فيها وكنت موعده وكنقول صافي غنصاوبها لكم. البارح ذكراتني واحد السيده عطيني في الكومونتير قالت لي عافاك اختي ديري لنا الكبسه، وهاني دابا جيت غادي ندير لكم في الدار عند اختي ال 12 هذه عاد جايه. جري 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 رغم انني شويه عيانه ولكن قلت ماشي مشكل غنجي نحيدها عليا ونحطها الاخوات اللي بزاف 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 بغاوها، وهنا غنحضرها معكم ان شاء الله غتعجبكم. هي سهله وكتكون لذيذه، غير هي كتبغي من الاحسن كتبغي الرز بسماتي. داك الرز بسماتي هو اللي كتجيبيه زوينه، ممكن نديروها بديك الرز كلاصي رقيوق، راه كاين عندنا حنا الرز كلاصي رقيوق اللي ما غاديش بيض ورقيق وطويل ماشي قصيور، داير بحال الشكل ديال بسماتي راه كتلقاو في المتاجر الكبرى. هذاك ديك الساعه الا ما لقيتوش بسماتي، ومع بسماتي معروف حنايا عندنا هنايا غالي ما عرفتش علاش، اما راه في الدول الاخرى رخيص ما غاليش. المهم غادي تعوضوه بهذا الرز كيف ما قلت لكم، وغترقدوه في الماء باش تغسلوه وترقدوه في الماء يخرج منه شويه النشا باش حتى في الطياب يجيكم حبه حبه ما يجيكمش معجن. صافي كيف ما شفتوا البنات دابا غادي نعبر الرز القياس اللي بغيت، غادي نديرو هذا ابو كاس كما شفتوا هو هذا، انا غنوري لكم عن قرب من بعد. المهم دابا غادي نعبر، يعني كنديرو بحال كنديرو كاس الواحد ما كيكونش عامر. هانتوما كيفما شفتوا البنات شعلنا الكوكوط ديالنا، الرز ها هو ما غاديش نغسلو نرقدو دابا حتى نطيب اللحم شويه، لحقاش غادي نديرها باللحم، وكنا غنديروها بالدجاج كنا غنغسلو الرز ونديروه يرطاب هو الاول عاد نكملوا المراحل اللي هي نقليو الدجاج مع اللحم كياخذ الوقت شويه، يعني ما غاديش نزرب دابا على الرز. عندنا كيف ما شفتوا هاد الحيمات هادو، عندنا هذه الزيت مخلطه بالروميه والبلديه تقريبا، راه عند هنايا غادي راه غادي يكون واحد كيلو تاع الرز ولا كيلو لا روب ما عبراش، حنا كنعبروها بالكاس للشخص. كيف ما شفتوا عندي كيف قلت لكم من اللحم والزيت مخلطه بلديه مع الروميه، عندي جوج مطيشات جوج حبات ديال مطيشه مطحونين محيده لهم الزريعه، عندي حبه ديال البصله مشلطه وجوج وحبه وحده هذه غير حبه وحده كبيره ديال الخيزو محكوكه بحال هكايا محكاكه غليظه كيف ما شفتوا الناس. بالنسبه للعطريه هذه عطريه البرياني، راه هادشي راه ولا متوفر عند الناس اللي كيبيعوا لوازم العطريه، واللي ما عندوش راه دابا يا اختي هي اللي كتستعمل بزاف هاد الكبسه. قالت لي مره كديرها هاد العطريه هذه، مره كديرها بالعطريه الكاري، مره كديرها بالكاري اللي هو الكوري. وعندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال مطيشه الحك صافي، وعندي مليحه والزيت راني وريتها لكم. غادي نحتاجوا البنات واحد شويه ديال القرنفل، واحد شويه ديال الهيل اللي كنقولوا ليه حنايا قعقله، وعندنا واحد هذا اختياري حتى هو هذا خدنجال، هذا اختياري ولكن راه زوين مزيان ندخلوا الاكل ديالنا بحال هاد المواد هاد العطريات هاد الاعشاب اللي كيكون فيهم فوائد كثيره، يعني اختيار اللي ما عندوش ماشي غادي يمشي يبدا يقلب عليه، الا عندك من الاحسن تضيفيه. المهم دابا غادي نجي بلاص اللحم غنخليها تسخن شويه عاد غادي نضيف الزيت اللي باش تسخن ليا. بسم الله نضيف دابا البنات هاد الكويس ديال الزيت اللي هي مخلطه البلديه مع الروميه. دابا غادي نضيف هاد الحبه ديال البصله، بالنسبه للهيل البنات غادي نضيف هاد 10 ديال الحبات ديال الهيل وتقريبا 10 الحبات ديال القرنفل. ها
اما زدتهم على هنايا سنضيفهم. دابا غادي نضيفوا هاد المحيمات نشتو يلا قلتي بسم الله جوي بسم الله هذاك بسم الله عرفتي راه غضبات لينا وبدات كتبكي ونديروا لها خاطرها يلا كملي هادي هادي برافو ومها الملحمات دابا غادي نضيف هاد الخدنجال وقعقلة والقرنفل بعد ما غسلناهم نضيفهم دابا غادي نضيف هاد ماطيشات الحكر البنات هنايا تقريبا راه جوج ماطيشات ديال الحك هادو كبارين جوج معالق جوج معالق ديال الماطيشة كتعطي لون زوين وكتعطي حتى مذاق زوين كيفما شفتو البنات من بعد دابا ما حركتها مزيان تقلات ليا غنضيف هاد جوج حبات ديال الماطيشه كبارين اللي طحنت وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه وغادي نحرك بلاص هاد العطريه ممكن ديرو الكوري اللي هو عطريه الكاري صافي من بعد ما حركت مزيان درت الماء يطيب درت نزيد هاد المطيشه حبه ديال المطيشه قطعتها نقيتها قطعتها دابا البنات من بعد ما تقلى مزيان غادي نروي بالنسبه للماء راه كل كاس تاع الرز كديروا ليه جوج كيسان ديال الماء بالنسبه اللي كتبغي العبار حنايا راه كنديروا غير عينينا ميزانيه ولكن العبار راه كل كاس بجوج كيسان ديال الماء كيف ما شفتوا البنات الماء الاول اللي درت هذاك راه طيبت به غير اللحم يعني ما بقاش وكحي الله طيب لي اللحم كيف قلت لكم دابا عاد اللي رويت يعني هنا فين غادي ديروا العبار ديالكم البنات يعني كل كاس تاع الرز راه العبار ديالو جوج كيسان ديال الماء باش كيجيكم الرز زوين وناشف كيف ما شفتوا الرز انايا راني رقدته غسلته مزيان ورقدته واحد 5 دقائق دابايا غادي نضيفه لهاد المريقه ديالتي من بعد ما درت الرز غادي دابا من فوق الرز غادي ندير داك الخيزوه اللي راها محكوكه من فوق الرز وغادي ندير هاد الفليفلات اختيارين اللي كتعجبو الفلفله راه يديرها صافي وغادي نسد عليه خدا معايا 10 دقائق بالضبط وطاب دابا غادي ندير واحد بحال شكل ديال الشليضه اللي كتكون جاريه كتخلط مع الرز كترافق مع هذا الرز غزاله اللي كنديروا فيها نص فلفله حاره وضريس واحد ديال الثوم شويه ديال المعدنوس وواحد الحبه ديال المطيشه اولا جوج حبات انا درت حبه كبيره تاع المطيشه نعصر شويه ديال الحامض واحد شويه ديال الملحه هاد لاصوص البنات راه كتجي غزاله 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 كترافق هاد الكبسه هادي كتجي تعطيها واحد اللذه رائعه وكنطحنوها كنخليوها ما كنطحنوهاش كتولي كيف الماء كيف ما شفتوا كنخليو داكشي شويه باين راه كتجي رائعه البنات دابا دازت 10 ديال الدقائق عريت على الرز كيف ما شفتوا ما شاء الله طاب جا حبه حبه غزال غزال جا رائع وجا لذيذ لذيذ والله العظيم الا لذيذ لواحد الدرجه ما كتصورش وممكن هاد الكبسه ديروها بالدجاج ولكن ديال اللحم راه كتجي روعه البنات حيد دابا ديك الفليفلات كنحيد هادشي الفوقاني حيت داك الخيزو كيبقى واقف غير الفوق غادي نحيد وغادي نعزلو مازال في واحد الطبيصيل عاد غادي نبدا نحط في الكبسه ديالي كيف ما شفتو
من بعد عاد غادي نحط عليه هذاك الرز اللي معزول هو وخيزو اللي كانوا معزولين من الفوق، غير على قبل المنظر كيجي احسن كيجي زوين. وكنحطوا ديك الحيمات حتى هي من الفوق، وكنقدموا هذا الطبق ديالنا كيف قلت لكم مرافق بديك الصلصه اللي هي ديال المطيشه والفلفله حاره اللي كتجي رائعه. كيف ما شفتوا هذه هي النتيجه ديال الكبسه ديالنا، لذيذه 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 البنات. وسمحوا لي عطلت عليكم هذا الطبق هذا، ان شاء الله يرقكم ويعجبكم وتجربوه، وتخليوا لي لي كومونتير الغزاله ديالكم كيفاش جاتكم. شاركوا معايا الوصفه ديالكم في الانستغرام ديالي اللي هو نفس الاسم ديال القناه سعيد فلوغ اوفيسيال. خليتكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.